وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صباحكم إن شاء الله مليء بالإنجازات والتفاؤل. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. صحة وسعادة، هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية التي تشغل بال الجميع، فأهلا وسهلا بكم، وهذه أطيب التحيات مني، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج محمد الصفار، والتنسيق الأخت سارة يوسف. فنتمنى لكم إن شاء الله حلقة مميزة في هذا الصباح. كما تعودنا دائما نأخذ جولة في الصحف المحلية ووكالات الأنباء، مجموعة من الأخبار الصحية، من بينها ما نبتدي بخبر يقول 184,500 مراجع لخدمات الأسنان في دبي العام الماضي، حيث بلغ عدد المراجعون لخدمات طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي العام الماضي 184,554 مراجعا من خلال 4 مستشفيات و13 مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف أنحاء دبي. طبعا كان في تصريح للدكتورة حمدة سلطان المسمار مدير إدارة خدمات طب الأسنان في هيئة الصحة، قالت أن الإدارة تمكنت من خفض قائمة الانتظار لخدمات ممارس عام الأسنان وتنظيف الأسنان إلى صفر، يعني صفر أعتقد، يعني مو ما في قائمة انتظار، ووكن اللي يدخل على طول، اللي يوصل على طول يدخل، إضافة إلى تقليل قائمة الانتظار في مختلف الخدمات التخصصية الأخرى إلى نسب معقولة مقارنة بحجم الضغط اللي تشهدها هذه المراكز، مراكز الخدمة المختلفة. واستعرضت الإنجازات التي حققتها الإدارة خلال العام الماضي، حيث تم استحداث 15 عيادة تخصصية جديدة أسبوعيا بمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، و11 عيادة للممارس العام. كما تم خلال العام الماضي التوسع في عيادات زراعة الأسنان لتضم بجانب مركز البدع الصحي كلا من مراكز ند الحمر والمزهر، وفي العام الجاري تم استحداث عيادة في مركز البرشة الصحي. وقالت مدير إدارة خدمات طب الأسنان أن الإدارة تمكنت خلال العام الماضي أيضا من الكشف على 3415 شخصا من مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة بما فيها المدارس والجمعيات الخيرية، من خلال 36 زيارة لحافلة الأسنان المتنقلة للكشف المجاني عن المشاكل الصحية في الفم والأسنان وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حيالها. طبعا هذا الخبر أنا عندي تعليق بسيط عليه، لأن للأمانة كانت هنالك الكثير من الشكاوى على المواعيد الخاصة بأطباء الأسنان. الجماعة يعني في إدارة خدمات طب الأسنان قدموا استبيان لدراسة رغبات ومتطلبات الجمهور، فوصلوا إلى مسألة أن هم يتمنون أن ما تكون في مواعيد وكذا، هذا اللي سووه. لكن في تخصصات هذه مثل العمليات، العمليات هذه تحتاج إلى مواعيد أيضا. يعني تحضرني قصة أن حتى أتذكر حد من المراجعين كذلك خذوله الموعد، هذا الموعد خذوله يعني بعد شهر أو فترة يعني طويلة. يوم الطفل بيسوي العملية، العملية تتطلب بعض الأمور الصحية، فطبيب التخدير رفض أنه يعمل له هذه العملية بحكم أن حالته ما تسمح، حالته الصحية ما تسمح. هني
ولي الأمر أصر وما رضوا يسووله واشتكى انه قال انتم ما ادري كذا وانتم ما تعطون المواعيد. لا هي المسألة كانت، انا ليش اذكر هاي القصة؟ لان هني ابغي اتطرق لموضوع مهم جدا، ان هنالك يعني بعض المتطلبات الرئيسية في اجراء مثل هذه العمليات. الطفل كان جاي وعنده حمى، لما قاسوا له حرارته كانت شوية عالية، فما يقدر يدخل هذه العملية ابدا، ما يقدر لأنه بتشكل تهديد على حياته. فالطبيب استخدم الإجراء الصحي السليم، لكن العميل ما كان راضي بهذا الإجراء. أنا أتصور يا جماعة الخير يعني في وايد أمور لازم أنتوا تنتبهوا لها، يعني مثل هذه الأمور. أنت تي وعند الطبيب وما تقول لأن الطفل عنده حرارة، الطبيب روحه يعني على سبيل المثال نسى يستكمل مثل هذه الإجراءات أو كذا، أو سألك وانت ما رديت عليه، قلت له لا عادي خوفا من ان الموعد يتأخر. لا، انت خاف على طفلك، خاف على نفسك قبل ما تخاف على الموعد. فما ادري حضرتني هاي القصة وانا اقرأ هذا الخبر. عموما ما نروح لخبر عن الغذاء الصحي مفيد في الوقاية من أمراض الكلى. أثبت الدكتور أندريو سميث من الجامعة الوطنية الإيرلندية وفريقه العلمي بنتيجة دراسة علمية واسعة اشترك فيها أكثر من 500,000 متطوع أن اتباع حمية غذائية بسيطة يمنع إصابة الكلى بأمراض مزمنة. كان هدف الفريق العلمي من دراسة المعلومات المثبتة في استمارات أكثر من 500,000 شخص خضع لهذه الدراسة الحصول على أكبر كمية من المعلومات عنهم. وضع العلماء 3 منظومات مختلفة لقياس نوعية الغذاء الذي تناوله المشتركون في الدراسة ذات العلاقة بتخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتبين أن الحمية الغذائية العالية الجودة تخفض بنسبة 16 إلى 23% من خطر الإصابة بهذه الأمراض التي تحتم إجراء عمليات غسيل كلى أو زراعتها. ويقول دكتور سميث موضحا أن الغذاء الصحي يعني تناول كمية كبيرة من الفواكه والخضروات والدهون غير المشبعة بصورة دورية منتظمة. كما اكتشف الباحثون أن الإفراط بتناول الصوديوم بمعدل 4.7 جرام يوميا يزيد من احتمال إصابة الكلى. وبما أننا نحن نتحدث عن الكلى، إن شاء الله بعد الفاصل ما ننتقل إلى مستشفى دبي، بتكون هناك يعني في مجموعة من الأطباء والمختصين في هذا الموضوع، اللي المستشفى يعني مسوي مثل حملة كبيرة عن أمراض الكلى بمناسبة يوم الكلى العالمي. طيب صفار، تبغيني أقرأ خبر بعد ولا نطلع فاصل؟ على راحتك، عندي دقيقتين. خلني أقول هذا الخبر، خبر جميل جدا، مو بجميل وايد يعني، بس إنه هي ممارسة عندنا كنا نمارسها بشكل خاطئ. يقول قياس أدوية الأطفال بالملاعق عبارة عن جرعات زائدة وأخطاء فادحة. قال أطباء أمريكيون أنه يتعين قياس أدوية الأطفال السائلة بالوحدات المترتبة لتجنب تناول الجرعات الزائدة التي تشيع عند استخدام الملاعق الصغيرة والكبيرة في تقديرات أو في تقدير كميات الدواء. إيان بول أخصائي الأطفال بمستشفى ميلتون هيرشي أكد أن يعني على دراسة خاصة بالإرشادات الجديدة للجرعات المترتبة من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أن عشرات الآلاف من الأطفال ينتهي بهم المطاف كل عام في وحدة الطوارئ بعد تعاطي جرعات زائدة من الأدوية دون ما قصد، وغالبا ما يكون السبب عدم وضوح الملصقات على علب الأدوية أو غموض الإرشادات الطبية. أوضح بول أنه رغم علمنا بأن الوحدات المترتبة أو الوحدات المترية هي الأكثر أمنا والأدق، لا يزال كثيرون من مقدمي خدمات الرعاية الطبية يكتبون جرعات طبية باستخدام الملاعق، ويستخدم بعض الآباء الملاعق البنزلية لتقدير الجرعات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أخطاء فادحة.
وشرح أنه على سبيل المثال فإن استخدام ملاعق المائدة بدلا من ملاعق الشاي يزيد الجرعة بواقع 3 أمثال. ولتجنب الوقوع في الأخطاء الناجبة عن استخدام ملاعق المنزل تطالب هذه الإرشادات بتعاطي الأدوية السائلة عن طريق الفم أو باستخدام الملي هاي وايد دوم غلط أقولها المللترات إنزين مع اتباع التوجيهات الخاصة بكسور المللتر هاي قلتها صح. عموما بول يتابع يقول من أجل تفعيل ذلك فنحن لا نحتاج إلى مجرد إعادة توجيه الوالدين والأسر لنظام المتري بل أيضا مقدمي الدواء والصيادلة أيضا. من جهته يعتبر لويس باركر وهو صيدلي في مجال الأطفال بمستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن أنه لتجنب الأخطاء الخاصة بالجرعات الزائدة يتعين تسجيل الوزن ودرجة الحرارة باستخدام وحدات الكيلوغرام والدرجات المئوية بدلا من الأرطال والفهرنهايت. طيب الفكرة كلها من هذا الخبر يعني أتذكر أنا أيام الطفولة كانوا يقولون خاشوكتين ملعقتين يعني ملعقتين قبل الغداء ملعقة بعد العشاء. لا الآن معظم الأدوية في لها وحدة خاصة بالمليمتر لازم تستخدمونها لأن هذه الأساس والواحد يتبع الإرشادات الخاصة بالطبيب أو الصيدلاني في هذا الموضوع. كنت بأكد على هذا الموضوع فقط من باب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عموما بعد الفاصل نتوجه إلى حملة يوم الكلى المتواجدة في مستشفى دبي وأيضا هنالك تقام العيادة الذكية. اللي يبغي يتعرف أكثر على هذه الفعاليات بالصوت والصورة ممكن عن طريق برنامج البريسكوب الجماعة ابتدوا هناك وأيضا عن طريق حساباتنا في السناب شات وتويتر وإنستغرام اللي هم DHA_Dubai. فاصل وما نرجع لكم. صحة وسعادة في يومين الاثنين والخميس من كل أسبوع مستمعين تتواصل هيئة الصحة بدبي من خلال نخبة من الأطباء والمتخصصين عبر عيادتها الذكية لمناقشة العديد من المواضيع اللي يتم اختيارها وفقا لأهمية وأولويات هذه المواضيع بالنسبة لخطط الهيئة وبرامجها التوعوية المستمرة على مدار السنة. قبل الفاصل أنا كنت أقول أن نحن اليوم نحتفل بيوم الكلى العالمي. اليوم تناقش العيادة أيضا موضوع مهم اللي هو حول أمراض الكلى. أنا بتعرف على ما يدور في العيادة وما يدور في مستشفى دبي بشكل عام من خلال ضيفتنا عبر الهاتف اللي هي بتعرف بنفسها وبتعرف أيضا بالبوزيشن مالها. تفضلي دكتورة. السلام عليكم. يا هلا. تعرفينا أول شيء وتعرفين المستمعين. أنا طبعا أعرفك بس أبغيك أنت اليوم نغير قلنا أنت بتخلي نفسك. ما في مشكلة. أنا دكتورة سيمة عبد الله العوضي أخصائي أول في مستشفى دبي قسم الكلى. تفضلي يا دكتورة. أولا نشكر اهتمامكم على في هاليوم المهم اليوم العالمي حق الكلى. اليوم احنا قاعدين نحتفل هنا في مستشفى دبي بيوم العالمي حق الكلى. تقريبا كل سنة نفس الوقت تقريبا احنا نسوي نفس الفعالية. شو هي الفعاليات اللي موجودة اليوم عندكم دكتورة؟ ايوه احنا فعاليتنا تقريبا بدأت من اسبوعين. احنا ما نقتصر على يوم واحد اللي هو اليوم بس من اسبوعين بدأنا عشان زياراتنا حق العيادات الخارجية وزياراتنا حق المدارس. طبعا يوم العالمي حق الكلى كل مرة كل سنة يكون في عنوان. مثلا كان في السنين اللي فاتت كان عن مرض السكر اللي يؤدي إلى أمراض الكلى. كان عن زراعة الكلى. كان عن مرض الشيخوخة اللي هو بعد يكون سبب حق الفشل الكلوي.
والسنة الموضوع العنوان عن الأطفال، عن الأطفال اللي يكون عندهم أمراض الكلى. فحاولنا إن نركز شوي زيادة على الأطفال عشان نشوف إن إذا إحنا سوينا يعني حق الأطفال واكتشفناهم من قبل ممكن إحنا نقدر نتجنب هالأمراض من أول، خصوصا الأطفال هالأيام نشوفهم الأمراض بدأت تزيد عندهم. فهالأسبوعين تقريبا احنا بدأنا من تاريخ 28 فبراير بدأنا زياراتنا، كان الزيارات حق العيادات الخارجية، وبعد كان في زيارات حق المدارس، مدرسة ذكور ومدرسة إناث، وبعد احنا جبنا الأطفال هني في المستشفى عشان نوعيهم حق أمراض الكلى، وبعد عشان نسوي لهم مسح حق أمراض الكلى. تقريبا جبنا من مدرستين 160 تقريبا طالب جبناهم هني، والحمد لله يعني تقريبا خلال الأسبوعين هاي سوينا مسح حق 477 شخص، منهم العيادات ومنهم المدارس، مسح يعني يكون الأطفال والكبار يعني مع بعض. في هال 477 اكتشفنا ان 5% منهم كان عندهم ضغط عالي، اكتشفنا ان عندهم ضغط، وهذيل ما كانوا يعرفون ان عندهم الضغط، وتقريبا 2.5% منهم كان عندهم السكر عالي. فهذيل اللي اكتشفناهم احنا في المسح قلنا لهم ان يراجعون العيادات عشان يتشيكون، يحتاجون تحاليل زيادة، تحاليل دم وتحاليل بول وأشعات عشان يتأكدون شو يكون عندهم. جميل. طيب دكتورة، الآن الفعاليات اللي متواجدة في مستشفى دبي، ممكن الجمهور يعني يتوجه إلى المستشفى ويشارك في هذه الفعاليات؟ طبعا طبعا، الحين في فعاليات لسا كم مستمرين هما؟ لين ساعة 2 تقريبا، احنا بدأنا من تقريبا ساعة 10 لين ساعة 2 بيكون الفعاليات مستمرة، بيكون في تقريبا تحاليل حق الزوار، تحاليل دم حق السكر، قياس ضغط الدم، وبعد تحليل البول عشان نشوف إذا في أي زلال في البول. وغير عن الأشياء في تحاليل ثانية، في عنا الأخصائية الاجتماعية تكون بعد متواجدة هناك عشان توعي الجمهور عن أهمية الغذاء ويعني في هالمرض يعني. والله دكتورة جميل، يعني أنا ملاحظ حتى هذه الفعالية شملت بعض التحاليل المخبرية اللي قاعدين يسوونها للزوار والجمهور. أيوة يعني تفضلي. صح، تحاليل بسيطة بس ممكن بهالتحاليل البسيطة ممكن على الأقل نعرف منه بيكون معرض أكثر حق أمراض الكلى، يعني خصوصا تحليل السكر، لأن أنت تعرف تقريبا 50% من أسباب الفشل الكلوي هو السكر وضغط الدم. صحيح. فهذا شيء وايد مهم، يعني إذا اكتشفناها من قبل ممكن إذا نسيطر على المرض ضغط الدم والسكر ممكن نتجنب الفشل الكلوي في المستقبل. جميل. دكتورة شو يحتاجون الناس وهم جايين، شو يبون معاهم؟ ما في داعي يبون شيء، يعني ما بس هم يجون بروحهم، بطاقة الهوية ولا بطاقة صحية، ما في داعي أبدا أبدا أبدا، بس هم يجون ونسوي لهم التحاليل، ويعني بعد في توعية بنكلمهم بعد، يعني إذا مثلا شفنا ضغطهم عالي بنكلمهم بنقول لهم إن شو الأكلات اللي ممكن يأكلونها، شو الأشياء اللي ممكن يسوونها، بنكلمهم عن أعراضهم إذا عندهم أعراض، نوعيهم يعني، لأن مرض الكلى تقريبا مرض صامت، يعني المرض لين يعني مرحلة متطورة ما يكون المرضى يكون عندهم أي شيء أعراض. يعني هي 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 قد الواحد يكون عنده بعض الأمور اللي قد تساعد في أنه يكتشف أنه هو شوية عنده موضوع الكلى فيها مشكلة، يعني إذا ما متكلم، يعني حتى لو كان صامت دكتورة في أعراض معينة عند في أعراض معينة. صح. شو هي الأعراض اللي الواحد لازم ينتبه لها ويحاول على طول يتجنبها بالوقاية، يعني شو هي أعراض أمراض الكلى أيضا سبل الوقاية منها؟ مثل ما قلنا الأعراض تكون وايد، يعني يوم المرض خلاص تطور وايد يكون في أعراض. الأعراض مال الكلى يكون تقريبا مثل تورم في رجلين، هذا يعني واحد من الأشياء المهمة اللي لازم واحد ما يعني ما يأخذها بسهولة، يعني تورم في رجلين، تورم في الوجه،
إذا كان الضغط كان عالي، إذا كان في أي مشكلة يعني تعب بسهولة، إذا واحد يتعب بسهولة في المشي يمكن هذا بسبب الأنيميا، لأن الأنيميا فقرة الدم تكون مصاحبة بمرض الكلى. الصعوبة في التنفس، هالأشياء كلها، التهابات في البول مثلا، إذا حد يجيله التهابات في البول يعني هذا كله من علامات. طيب شو سبل الوقاية اللي لازم نحن ننتبه له دكتورة في 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 موضوع ان ما نوصل لبعض الـ الـ الامراض هذه، امراض الكلى، او حتى يعني تحد من خطورتها ايضا؟ يعني اهم شيء حق اهم شيء شرب الماء. يقولون شرب الشعير شو اسمه زين دكتورة، وايد نسمع ان الشعير زين حق الكلى. هو أهم شيء الماء. الشعير ممكن الناس اللي أحيانا يكون عندهم يعني ترسبات أو شيء ممكن هذا يساعدهم، بس أهم شيء إحنا كأشخاص طبيعيين نشرب ماء، وما يعني نستغنى عن الماء بمشروبات ثانية. ممكن أحيانا إحنا نقول أوكي أنا شربت شاي، لا الشاي ما مو مثل الماء، فلازم نشرب الماء نفسه بدل ما نشرب الشاي والقهوة والمشروبات الثانية. حتى العصير يعني ما يعني مو ما يغني عن الماء، ما يغني عن الماء صح. جميل. غير عن هالأشياء إن مثلا الناس اللي يكون عندهم تاريخ مرضي يعني تاريخ عائلي حق المرض وراثة، لازم هذول يكون يصيرون حق تحاليل دورية يتأكدون أن ما عندهم المرض. اللي عندهم السكر والضغط طبعا لازم على طول يشوفون التحاليل، تحاليل الدم. وشيء ثاني بعد التدخين، يعني التدخين بعد لأنه يسوي صلب الشرايين، وهذا بعد من أسباب من الكلى. الناس اللي يكون عندهم ترسبات مثل الحصاوي في الكلى، هذا لازم يشربون ماي وايد، يتجنبون يستوي لهم التهابات خصوصا في الجو، إحنا مو بألحين في الجو الحار لازم يعوضون السوائل. الأكل يعني الغذاء الصحي، الغذاء الصحي وايد مهم عشان كلية صحية. نتجنب الملح الزيادة في الأكل، نتجنب اللحوم الوايد في الأكل، يعني لأن بعد البدانة واحد من أسباب المشاكل في الكلى، فنتجنب البدانة. الرياضة لازم نسوي رياضة على طول، مثل ما قلنا يعني نتجنب مشروبات الطاقة اللي الحين وايد منتشرة خصوصا حق الأطفال، يعني هالأشياء لازم نتجنبها بالمرة ونعوضها بالماء. طيب دكتورة سيمة عبد الله العوضي، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، شاكرين لك هذه المداخلة، وسمحين أخذناك من العيادة الذكية لكن ممكن ترجعين الحين. مشكورة دكتورة. شكرا. تسلم. طيب مستمعينا، العيادة الذكية مستمرة معاكم عبر حسابات الهيئة في وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تويتر على حساب الهيئة DHA_Dubai، وأيضا من خلال الوسم العيادة الذكية أو سمارت كلينك. العيادة الذكية عبارة عن هاشتاغ العيادة _ الذكية. زين، هذا بالنسبة لتويتر. على نفس الحساب في البريسكوب DHA_Dubai ممكن تتابعون تفاصيل العيادة الذكية بالصوت والصورة، وكذلك بعض التفاصيل الخاصة بالحملة التي تتواجد هنالك في مستشفى دبي احتفالا واحتفاء بهذا اليوم العالمي. أيضا عبر حسابنا في السناب شات DHA_Dubai بعد كذلك، وأيضا بتكون في ومضات من العيادة الذكية وهذه الفعاليات على حسابنا في انستغرام اللي هو بعد DHA_Dubai. أيضا ما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل عندي موضوع جميل جدا، وعندي ضيف يعني هو منورني من بداية الحلقة ومستمتع فيه، يعني حتى مجرد أن جلسته قدامي تمتعني لو أنه ياس يسمع الحلقة. بس عموما ما نتكلم عن الخدمات الإنسانية والمجتمع، مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، بيكون معايا سالم محمد بلاحج مدير هذا المكتب، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة والمتألقة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل قلنا نحن ما نتكلم على موضوع جميل جدا، موضوع مهم، حيث تولي هيئة الصحة بدبي المرضى المعسرين جل اهتمامها، وتعمل الهيئة من خلال مكتبها مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع على التخفيف من الأعباء الواقعة على المرضى المعسرين. وطبعا هذا الشيء بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات والجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات الخيرية اللي حقيقة نقدم لهم يعني جزيل الشكر، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم. تعرفون ليش؟ لأن معظمهم يقدمون هذه الخدمات باسم فاعل الخير، فيعني يحرص على تقديم مثل هذه الخدمات وما يذكرون اسمه في هذا الموضوع لسبب بسيط، أنه يرجو الأجر من عند رب العالمين. عموما تحرص الهيئة بين الحين والآخر على توثيق شراكاتها بالجهات المعنية من أجل خدمة المرضى، كما تعمل دائما على تطوير آلية العمل في مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. اليوم نحن نستضيف معانا مدير هذا المكتب الأستاذ سالم باللاحج، بيحدثنا عن بعض من ملامح الإنجازات اللي تحققت في الفترة الماضية، وأيضا الجديد اللي بيحمله المستقبل في هذا الشان، وكذلك المجال مفتوح قدامكم مستمعين اللي حاب يستفسر عن أي شيء يخص هذا الموضوع أو أي موضوع يخص القطاع الصحي، بعد ما نحاول نتواصل معه ونرد عليه. عموما سالم، أول شيء حياك الله، أسعدتنا من بداية الحلقة أنت موجود معنا وتستمع لهذه الحلقة. الآن بس أبغي أعطي نبذة سريعة عن هذا المكتب ومسؤولياته. شكرا أخي محمود على أعطانا الفرصة يعني أن نتكلم على دور الهيئة. بالعكس، برنامج في إسعاد المجتمع شكل ما نقول. طبعا الهيئة هيئة الصحة يعني لها دور في المسؤولية المجتمعية بشكل عام، في يعني في الأنشطة الخيرية والمجتمعية بشكل عام يعني. نعم. فمن هذا المنطلق نحن بدينا يعني ننظر للحالات المعسرة وفي المجال العلاجي وهذا، وبدينا نطبق بعض البرامج اللي تدعم المرضى المعسرين وكيف نقدر نتواصل ويا الجهات المعنية يعني فيها. هني أنا أبغى أسأل بس عن تعريف الخاص بالمرضى المعسرين، من هو المريض المعسر؟ التعريف واسع طبعا. المريض المعسر احنا نقول كل يعني ممكن يكون تعريفه ان المريض بشكل عام حتى لو هو كان معيل وقادر انه يدفع، بس في حالة مرضه يتحول من مريض يعني قادر الى او شخص غادر معسر. الى مريض، الى واحد معسر او يحتاج دعم ان كان نفسي او ان كان مالي او ان كان يعني مجتمعي بشكل عام. جميل. نحن ننظر له من هالنظرة يعني. المكتب إذن مسؤولياته تقديم الدعم للحالات اللي ترد على هذا المكتب. الآن سالم، إذا أنا ما بتكلم على آلية العمل في هذا المكتب، يعني كيف ممكن المكتب قاعد ينظم أموره مع المستشفيات التابعة للهيئة، وأيضا شو هي آلية العمل وكيف يتم تقييم الحالات التي ترد إليكم؟ هو طبعا حين المكتب بدأ كبرنامج دعم مرضى معسرين يعني في البدايات، ودخلنا في المجالات المجتمعية وتنفيذ شراكات مجتمعية يعني منها يصب لدعم المرضى ومنها يصب للتوعية عن الأمراض الثانية والممرض بشكل عام يعني. نعم. فدخلنا في المجالين يعني وتنفيذ بعض البرامج أو بعض البرامج العلاجية أو الدوائية
اللي لها برامج حتى عالمية بدنا ننفذها داخل الدولة يعني. فبالنسبة للمريض يعني رحلة المريض احنا نقولها من الطبيب للأخصائي الاجتماعي في المستشفى، الطبيب هو يحوله على أحد البرامج اللي تدعم المريض هذا. يعني عندنا أكثر من عدد من الأمراض اللي هي لها برامج تبرعات مختصة يعني. فلما ناخذها بالتفصيل هذه البرامج، يعني احنا عندنا سرطان الثدي من البرامج اللي هي تنفذ مع الشركاء الاستراتيجيين عندنا في في يعني في الدولة. حتى المريض مريض السرطان يتحول من عن طريق الطبيب المعالج للأخصائي الاجتماعي، مقيم حالته المادية والصحية ونسوي له المشاركة في العلاج يعني. فمنها نكون احنا حددنا قيمة العلاج، برنامج اللي هو السرطان الثدي بالتعاون مع بعض شركات الأدوية اللي عندها برامج الدعم ممكن تغطي حتى 80% من تكلفة العلاج، يكون فيها المقاسمة والمشاركة مع المريض في جزئية من العلاج عشان يحس بقيمة العلاج اللي هو يأخذه يعني. جميل. عندنا اللي هو مرض التصلب اللويحي من الأمراض اللي هي الأمراض المكلفة والمستمرة يعني تكون مزمنة. صح. وما لها علاج إلا مثلا هالأدوية، فهذه بعد مكلفة يعني المريض يكلفه يعني في الأدوية غالية. الأدوية غالية. فإحنا أوجدنا لهم برامج تدعم هذه يعني مثلا بالتعاون مع الشركاء أو بعد البرامج اللي تنفذ في شركات الأدوية قدرنا أن نغطي بعض الحالات على سنة كاملة يعني يكلفك فوق 100 أو 200 ألف تكلفة العلاج يعني. مرض الأزمة أو الأزمة أو الربو الحاد بعد بدينا يعني ندخل فيه كبرنامج بعد دعم، المرض يكلف يعني يوصل لين 70 ألف تقريبا تكلفة العلاج خلال 3 أشهر أو 6 أشهر حسب. وبعد الحمد لله بدينا أن ننفذ أن في البرنامج مسجلين عدد من المرضى ويتعافون الحمد لله بخصوص البرنامج هذا. الله لك الحمد. عندنا أطلقنا ويا جمعية المرضى أو جمعية الجمعية الطبية جمعية الإمارات الطبية ومع الهلال الأحمر الكبد الوبائي، برنامج مكافحة الكبد الوبائي. والحمد لله لغاية الحين نحن التارجت مالنا أو الهدف مالنا نوصل ل 250 مريض خلال السنة هذه، ونكون قضينا على أكبر عدد من يعني المرضى أو المرض نفسه يعني. المرض أو الدواء العلاج نفسه يكلف فوق 300 ألف، قدرنا نغطي يعني الحين اللي دخلوا البرنامج أو مهيئين أنهم في البرنامج هذا أكثر من 60 مريض دخلوا البرنامج. تكلفة البرنامج احتمال بيكون فوق 15 مليون يعني كمرحلة أولى يعني. جميل. يعني هذه الأرقام أكيد تدل على الاهتمام الكبير اللي توليه أو اللي يوليه مجلس الإدارة في الهيئة لمثل هذه البرامج. يعني الآن وجود مختلف برامج سواء كانت الشغل الجميل اللي نعيبتني ان انتم بس مو مجرد انكم انتم تقدمون دعم مادي، لا، هي في بعض المسؤولية الاجتماعية نحو توعية المجتمع، نحو الدعم النفسي كذلك للمريض بالإضافة الى الدعم المادي. الآن عدد المرضى المستفيدين من هذه المشاريع اللي انت ذكرتها في العام الماضي بشكل عام كم عددهم تقريبا؟ نحن في 2015 وصلنا يعني سنة 1640 مريض تقريبا من مختلف الجنسيات، يعني وصلنا فوق 43 جنسية في عايشين في دولة الإمارات حصلوا هاي الخدمة كدعم يعني جزئي أو دعم عام يعني. فعندنا يعني نحن تكلفة البرامج اللي نفذناها السنة أو قيمة البرامج اللي تنفذت السنة وصلت فوق 67 مليون درهم. ما شاء الله. يعني كبرامج كقيمة لبرامج ومستمرة يعني أنك أنت، وهي طبعا البرامج هذه شراكة مع المجتمع. صحيح. ليس الهيئة هي اللي تكفل أو الصندوق نفسه، بس هي البرامج مع يعني الجمعيات الخيرية مع المؤسسات، بعض المؤسسات اللي هي في الدولة مثل الشؤون الإسلامية، القصر، صندوق الزكاة، المؤسسات اللي هي الداعمة للعمل الخيري بشكل عام،
تقريبا أغلب الجمعيات الخيرية اللي موجودة في دبي جزء من البرنامج هذا. فقيمة البرامج هاي اللي تنفذت توصل في حدود 67 مليون درهم يعني. طيب أنت تعرف شو سويت الحين أستاذ سالم؟ أنا عندي مجموعة محاور. طبعا أنت تكلمت عن عدد المرضى، تكلمت عن عدد الجنسيات اللي بنستفيد منها، تكلمت كذلك عن الشركاء الاستراتيجيين وعن التكلفة المالية في 2015. طيب بما أنك يعني اختصرت لي هذا الحوار، أنا بتطرق لبعض الأمور الخاصة بالتفاصيل، تفاصيل العمل في هذا المكتب. الآن الشروط اللي أنتوا تستوجبونها لاستقبال مثل هذه الحالات، شو هي الشروط اللي تحطونها، أو المعايير خلنا نقول مو بالشروط، المعايير اللي يتم استيفائها لقبول مثل الحالات اللي ترد لهذا المكتب؟ شوف، هو في البداية احنا يعني ملتزمين بالأوراق الثبوتية اللي هي تنفذ في كل الجمعيات الخيرية، لأن هي مسألة أنك لازم تكون مقيم وتحمل هوية وما تكون التأمين يشملك في التغطية هذه، يعني هاي من الشروط الأساسية حتى في الجمعيات الخيرية. الاستمارة واضحة، أن المريض لازم هو يتقدم بطلب المساعدة، يوقع على أنه لا يعني ما يكون مغطى بالتأمين أو أنه له مداخل ثانية لساعته. بعدين احنا ندخل في مسألة نقيم الحالة نفسها وكم يقدر هو يساعد فيها وهذا، وطبعا نشوف تكلفة العلاج أو برنامج العلاج، هل هو بيحتاج له جلسة واحدة وخلاص أو أنه يحتاج لبرنامج مستمر يعني وتكلفته. فهذه رحلة المريض، أن من الأخصائي للمكتب إجراءاتنا نحن في المكتب يعني ما تأخذ الوقت الطويل، يعني إذا الأوراق كاملة يمكن يكون خلال يوم أو يومين نكون نحن انتهينا من هذا. طبعا الشروط أن لازم يكون المريض في مستشفيات الهيئة، يكون المريض من مقيمي دبي كشرط يعني من الشروط الموجودة يعني، وأن العلاج هذا متوفر في الهيئة بشكل عام يعني. ويعني هاي الأشياء الأساسية اللي نحن نقيم المريض عليها يعني. جميل. أنا ألاحظ دائما يعني بما أنكم أنتم جيراننا في الإدارة، فألاحظ يعني المكتب ما شاء الله ما يخلى، رايحين رادين بشكل يومي عليكم المتعاملين، وأيضا بشكل كبير وهنالك فريق كامل يعمل في هذا المكتب من 4 أخصائيين أعتقد يقيمون هذه الحالة، أو 4 إداريين بالإضافة للأخصائيين المتواجدين في المستشفيات اللي تابعة للهيئة. فأنت ذكرت أن واحد من الشروط الرئيسية سالم أنه يكون غير مغطى بالتأمين. الآن مع القانون الجديد للتأمين الصحي، أتوقع يعني يفترض أن الحالات المعسرة سوف تقل، وسوف تقل، بس في أمراض أخوي محمود ما مغطى شاملة كاملة، يعني في بعض الأمراض ما تغطى، يعني مثلا الأمراض السرطانية في بعض البرامج التأمين ما تغطيها يعني، وتكلفتها عالية، احتمال تغطيها لثلاثة أشهر أو شهرين، يمر في دوامة أنه منه بيغطي عني البرنامج. فنحن وجدنا برامج تغطي مرضى طول السنة، يعني في مرضى يعني من القصص اللي نحن أن المريض يقول أنا سعيد أني موجود في دولة الإمارات، لأني لو كنت في دولة، هو كان من دولة أفريقية، أني لو كنت في دولتي لو بعت الأرض اللي عندي والبيت اللي عندي مثلا ما بغطي تكلفة سنة، لين الحين المريض كمل سنتين على علاجات كيماوية تغطيته يعني فوق المليون درهم. فهالمريض يعني يوميك وهو يعني بعد من جنسية أفريقية أو من أي جنسية ثانية، وحتى إحنا ما نلتزم بأن يكون مسلم أو غير مسلم هذا، فيقول أنا أوحد الله يعني بكلامه، بس أنا يعني ممكن أكون مسيحي وهذا، بس أنا يعني الله يعني أكيد خلاني أكون موجود في هالبلاد عشان أتحصل بالخدمة هذه يعني في الإمارات. فهذا يعني يوم يرد عليك الحالة مثل هذه أن تكون سعيدة أن موجودة في بلادك، فهذا يعطيك أنت بعد الدعم أنك
تساعد يعني. وطبعا الإمارات هي بلد خير، بلد معطاءة، وبلد يعني الكل يشهد لها ويشهد لأهلها ويشهد لحكامها ولشعبها بأياديهم البيضاء في مجال العمل الخيري. فالهيئة ما كانت بعيدة عن مثل هذه التوجهات العامة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا إذا ما نتكلم عن هذا الموضوع فهنالك يعني مع تأسيس الدولة هذه كان في عندنا قدوة الله يرحمه ويغفر له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، يعني أسس لمثل هذه المفاهيم وغرسها في هذا المجتمع فاستمرينا عليها، وصارت حتى على مستوى البيوت اللي عندنا حتى على مستوى الأسرة صارت من المسلمات والقيم اللي نحن نسعى لها. الآن أستاذ سالم أبغى أتطرق شوية للتعاون مع القطاع الخاص وضرورة يعني الانتباه لمثل هذه القيم وهذه المعايير في دعم المرضى بشكل عام. وأيضا أنا بتكلم عن القطاع الصحي بالتحديد لأن قطاع شوية يتعلق بإنسانية البشر، يعني أنت تتكلم عن أمور إنسانية تتعلق بصحة البشر، فخلني أتكلم على محور دعم القطاع الخاص لمثل هذه البرامج. ممكن كنت في اللقاء السابق كنا مع الكبد أو الكلى، احنا نفذنا ويا مستشفى دبي ممكن يوم في يوم الكلى العالمي نفذنا برنامج اللي هو دعم الكلى يعني صحيا، يعني نتائج شاركنا في توعية المرضى وشاركنا في التبرع لهم. يعني من ناحية الدعم المؤسسات الخاصة والحكومية بشكل عام يعني نحن وصلنا لشريحة كبيرة من المؤسسات أو المؤسسات الخاصة والحكومية، وقدرنا يعني نوضح يعني الناحية الصحية أو الناحية الإنسانية من دعم المرضى هذه. إحنا عندنا مؤسسات أتي يعني فيها شراكات فيها أن توفرنا دعم سنوي يعني حسب الاتفاقية، مثلا الشؤون الإسلامية توفرنا دعم سنوي لمرضى يعني فوق المليون مليون وخمسمائة ألف غير مشاركتنا وياهم في برنامج إمارات الخير. يعني عندنا المؤسسات الحكومية الخاصة، في مؤسسات كبيرة خاصة بعد داعمة مباشرة، طبعا في بعضها شكل ما قلت أنت تحب أن تكون فاعل خير وهي مؤسسات يعني كبيرة يعني بأسامة أشخاص يعني. فنحن نتوقع نحن وصلنا لأن الجزئية هاي وصلناها للناس يعني، فالحمد لله يعني بدون أن احنا نسوق لبرامجنا بشكل أكبر، بس كناحية إنسانية شكل ما تقول احنا لامسنا يعني النقطة هذه والحمد لله يعني. طبعا انت استغربت شوية أنا لسه صدتي صوب الكنترول هالصوب لأن مصطفح أنا مجابلنك وهذا كان يقول لي المخرج عطنا وي، طبعا لما صديت صوب أشر لي أربع دقائق باجي ثلاث دقائق نتكلم عن شيء ما نتكلم عن رؤيتكم المستقبلية لتطوير العمل، وأيضا كلمة أخيرة في دقيقتين إن شاء الله. طبعا هو الهيئة أو المكتب ينفذ بعض البرامج اللي هي مع الصحة هذه، فنحن يعني من تطلعاتنا أننا بننفذ برنامج تكافلي لإسعاد موظفي الهيئة ممكن تكلمنا فيه اللي هو درهم وقاية، وإن شاء الله السنة إن شاء الله يكون يبدأ إن شاء الله. في عندنا ملتقى أفضل الممارسات المجتمعية بيكون إن شاء الله خلال النصف الثاني من السنة، بيكون هذا الملتقى بيكون اللي هو أفضل الممارسات المجتمعية لتعزيز الصحة، وبيكون في تكريم الجهات الحكومية لتدعم الصحة بشكل عام يعني. وعندنا في شهر مارس احتفال بيوم الخدمة الاجتماعية تنظم يعني ينظم المكتب مع شعبة الخدمة الاجتماعية في هيئة الصحة، بيكون تحت شعار التحديات تصنع السعادة، ومن خلاله بنكرم نحن بعض الجهات أو بعض الشخصيات المجتمعية اللي لها دور في دعم المجتمع بشكل عام وتقديم خدمات مجتمعية يعني. تطلعاتنا طبعا أن احنا نفتح بعض البرامج الجديدة في دعم المرضى إن شاء الله، ويكون يعني نحن ومظلة الخدمة الاجتماعية في هيئة الصحة تحت قطاع واحد إن شاء الله يعني.
الأستاذ سالم باللاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، نحن شاكرين لك تواجدك معنا وهذه التوضيحات، نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم العافية. أنا سامحني عاد الوقت يمضي بسرعة وكل يوم عقب الحلقة يهزبوني يعني تتأخر. عموما في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي اللي كانوا معايا في هذه الحلقة ولكم أنتم مستمعين، وكل الشكر لمخرجنا محمد الصفار، وكانت معنا في التنسيق سارة يوسف، والشكر الجزيل لفريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي، وتقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. زين لا تطلع أصوات بعدنا ما ختمنا. زين حتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم نقول لكم دائما دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.